حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال اعليك اغار يا رسول الله